أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى نافذة تفاصيل خبر التي سوف نتحدث فيها اليوم عن الوقفة الاحتجاجية لتجار العاصمة المؤقتة عدن التي نفذوها أمام منزل وزير الداخلية مطالبين بإجراءات لأولئك البلاطجة الذين قاموا باغتيال أحد التجار، حيث نفذ العشرات من التجار بالعاصمة المؤقتة عدن وقفة احتجاجية أمام منزل وزير الداخلية أحمد الميسري بحي ريمي بالمنصورة، وذلك للمطالبة بالقبض على العصابة المسلحة التي قتلت أحد العاملين بالمحلات التجارية بالشيخ عثمان بعد رفضه دفع إتاوات للمسلحين. وأصدر التجار المحتجون، وهم تجار مواد بناء ومواد غذائية في سوق السيدية بالشيخ عثمان، بيانا أدانوا من خلاله ما أسموه بالحادث الإجرامي الذي تعرض له فتح الحروي من قبل البلاطجة المبتزين الذين قاموا بإطلاق وابل من الرصاص عليه يوم الأربعاء الماضي دون رادع أو ضمير أو وازع ديني. وأضاف التجار في بيانهم إن حادث مقتل الحروي إنما هي نتيجة لتفشي ظاهرة الابتزاز تجاه التجار، والتي تتم نهارا جهارا وسط صمت مطبق للأجهزة الأمنية. وطالبوا السلطات المحلية بعدن والنائب العام وإدارة أمن المحافظة بسرعة القبض على الجناة وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفي أقرب وقت ممكن، حتى يكونوا عبرة لمن يحاول زعزعة الأمن ويقلق السكينة العامة للمواطنين. الجهات المعنية بسرعة القبض على القتل المجرمين، حيث أن القضية ظلما وعدوانا دفاعا ليست هذا، والقتلة يسرحون يمرحون دون أي رادع، دون أي قلق، دون أي خوف من أي جهة، من أي ضوابط، والعملية ليست الأولى. القتلة معروفين يسرحون يمرحون في عن طالب الجهات الأمنية وقضاة القصاص بالقبض عليهم، إحالتهم للمحاكمة وشرع الله وما قرأ شرع الله على العين والرأس. أما أنه هكذا استوت البلطجة والقاتل وهذا فهذا يهدد الحياة بشكل عام. يعني إحنا أنا مثلا نروح نأخذ حقي بيدي نطالب بقضاء القصاص بقيام بواجبها كجهة مسؤولة، جهة ضبط، جهة اختصاص تقوم بعملها، أو أنها تبين موقفها عبر إما تتحرك وتبين موقفها السلبي أو إيجابي، كونها هي المسؤولة الأولى والأخيرة عننا وعن الجميع، وهي السلطة تحكم الجميع. هذا ما عندي والله من القصد. نحن كتجار وكعمال كأيدي عاملة هنا في المنطقة في السائلان نطالب من الجهات المعنية من أصحاب الشأن وأصحاب القرار أن يقوموا بواجبهم الأخلاقي والديني أمام هذه القضية. هذه أرواح تزهق، هذا يهدد الأمن، يهدد الاستقرار، يهدد التجارة، يهدد كل عمل. من هنا بنيابة عني وعن كل الحاضرين، عن كل التجار وعن أسرة الفقيد فتحي عبد علي العذيري الشهيد الذي قتل ظلما وبهتانا وزورا، هذا على أيدي بلاطقة الإتاوة، على بلاطقة الإتاوة والابتزاز الغير قانونية. من هنا نطالب بسرعة القبض، إلقاء القبض عليهم والتحرك على مستوى المحافظة حتى. لماذا لليوم هذا مرت أربعة أيام على استشهاد حبيبنا وزميلنا وأخونا فتحي هنا قدام بالظهر أمام الناس والعالم؟ لماذا؟ لماذا هذا التقاعس؟ لماذا هذا التقاعس؟ أربعة أيام تمر لن نلقي تجاوب من أي دائرة حكومية، من أي قسم شرطة، من أي لماذا؟
إذن كانت هذه تصريحات من أمام منزل وزير الداخلية الميسري للوقفة الاحتجاجية التي نظمها التجار المطالبين بسرعة القبض على أولئك المبتزين والبلاطجة الذين قاموا على الاعتداء على أحد التجار في العاصمة المؤقتة عدن، وطالبوا الجهات المعنية بسرعة القبض. ومرت 4 أيام دون أي تحقيق يذكر حول هذه الحادثة، كما تحدثوا من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية أو طالبوا من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية السلطات الأمنية بسط سيطرتها وحفظ الأمن والاستقرار، وتحدثوا عن السلبيات التي تنعكس على المواطن بمثل هذه الخلخلة الأمنية وعدم الاستقرار الأمني الذي يعود ضروره على المواطن، خصوصا عندما يكون الاعتداء غير مبرر وغير قانوني من قبل بلاطجة قاموا بالابتزاز وفرض إتاوات على التجار في العاصمة المؤقتة عدن. إذن كانت هذه الوقفة الاحتجاجية أمام منزل وزير الداخلية مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق والكشف على الجناة والبلاطجة الذين قاموا بقتل أحد التجار في العاصمة المؤقتة عدن، ومطالبهم هي تحقيق العدالة وحفظ الأمن والاستقرار. ونذكر أيضا هنا بأن العاصمة المؤقتة عدن تشهد حالة انفلات أمني غير مسبوق بالنسبة للاغتيالات وغيرها من الانفلاتات الأمنية والخلال الأمني في العاصمة المؤقتة عدن في خلال الأشهر الماضية، وأيضا لم تجد السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن حتى هذه اللحظة أي عصابة يتم التحقيق معها أو الكشف عن خيوط تلك الجرائم التي ترتكب بحق أبناء محافظة عدن العاصمة المؤقتة. إذن نتمنى من الجهات المعنية والسلطة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن التقديم أولئك إلى محاكم علنية لتبرئة أبناء الشعب اليمني من هذه الأعمال التي لا تليق بهم. إذن مشاهدينا الكرام، الآن معنا أحد التجار ينضم إلينا عبر الهاتف، عبد الفتاح الذنيبي. مرحبا بك سيد عبد الفتاح. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الفتاح. ماذا يمكن أن تحدثنا عن هذه الوقفة الاحتجاجية التي تمت اليوم في أمام منزل وزير الداخلية؟ الوقفة الاحتجاجية للمطالبة في قتلة قوات الأمن وتقديمهم إلى المحاكم، ما أتم الأوضاع في المنطقة الساحلية نوع من البلطجة، نحن خططوها من الاتجاه تطور في الأمور وأصبح عند القتلى كانت في الدنيا فنحن طالب الجهات المسؤولة من مسألة الوزراء الوسطى القيام بواجباتها وطلب تعليمات الخدمات في الجهات المسؤولة للقبض على القتلى ومثل تجارب الرابع. ما هي أبرز المطالب التي رددت من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية لوزير الداخلية؟ كل المطالب تنصب في اتجاه واحد وهو المتابعة للقتلى وتقديمها من المحاكمة وتوفير الأمن منطقة سياسة عثمان تم المنطقة ما بين الشيء والآخر عبر الاحتجاج وقضية بلاطجة وأخذ التسلق بالقوة واستغلال نتيجة الأوضاع والصراعات والحروب استغلال لهذه الأشكال ظهرت عن مسألة يمكنها المجتمع وردت نعم. ما الذي يخشاه المواطنين عبد الفتاح او التجار من هذه الاعمال التي تستهدفهم؟ سيدي العزيز ليست اول عمليه ولم تكن الاخيره اذا لم تتحرك الدوله
أكثر من مرة وأكثر من مرة تلقى على الشرطة ولكن حتى جاء وقت يكون سفر فينا ووقت الزر يطالبون أكثر من حقوقهم يعني نخليك تشكروا وقتنا. سيد عبد الفتاح، ما الذي تعملونه من الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة حول هذه الحادثة؟ الرسائل التي توجهونها لها؟ ووضعت بقية الحسابات التي تنشط في هذا الكارث في المنطقة نعم، ما الخطوات المتوقعة في حال عدم تجاوب السلطة المحلية عن هذه الجريمة أو الأجهزة الأمنية من قبل التجار؟ ما المتوقع إذا تم التجاهل؟ التجار من قبل يومين بدأوا بإخلاق أوراق المحلات وأعلنوا عن إغلاق كلي وأعلنوا عن إغلاق كلي لمدة 3 أيام وطالبة تحقق تجاوب وفي حال أنه نحن تحقق تجاوب من جهة الداخلية من مدينة نعم، كلمة أخيرة عبد الفتاح. كل الشكر لكل المساعدة القوية والإعلاميين والنشطاء ونتمنى على الوقوف جانبنا أكثر أثر فهذه المظلومية تعتبر واقع شخص محلنا واحد فهي تمس الجميع وقابلة الجميع ونتمنى كما أصابنا في الأيام الثالثة لاستخدام الزخم حتى يعقب. أشكرك جزيلا الشكر عبد الفتاح الذنيبي أحد تجار العاصمة المؤقتة عدن، حدثتنا عبر الهاتف حول الجريمة التي استهدف من خلالها البلاطجة المبتزين لأحد التجار في العاصمة المؤقتة عدن وأردوه قتيلا ومطالباتهم للأجهزة الأمنية بسرعة القبض على الجناة وعدم تكرار هذه الحالة باتجاه التجار. شكرا جزيلا لك عبد الفتاح الذنيبي.